البارح اختي جاونا الناس قالك اختكم راها كتغوت في القبر، ومشيت انا نيت سنه القبر كنسمع شي الدرديف. جينا قلنا ودي عيطنا للناس، جات السلطة، جا عيطنا للبوليس، حفروا عليها جبدوها جابوا لهنا قالك السيدة ماتت، قالك ما فيها لا ريحة خانزة لا حتى حاجة، راه الطبيب الدكتور رشيد مشرح بها بأن السيدة ما فيها لا ريحة لا والو. نقولوا زعما نديروا لها التشريح شوفوا شنو كاين، واش باقا في الحياة واش ماتت صافي. حنا ما كرهناش، بغينا على الحقيقة، واش اختي باقا حية واش ماتت، راه بقى فينا الحال بزاف.